بفقرتنا الأخيرة رح نحكي عن تجربة وبرنامج بيسلط الضوء على نبض الحياة في شهباء، وبرنامج درب حلب رح يحكي عنه أكثر زميلنا ومراسلنا في حلب أنس رمضان. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. صباحكم. صباح الخير يا أنس. كثير بعيدة الدرب اليوم، تأخرت علينا؟ تأخرت لأنه طريق سفر وكنت جاي يعني. طمنا أول شيء حلب كيف؟ تمام. خلينا هيك نروح مشان نستغل شوي الوقت نحكي اليوم عن درب حلب، شو قصته؟ شو الفكرة؟ كيف طلعت الفكرة معك؟ أنا صار لي صحفي بالإخبارية السورية من 2011، شفنا كل شيء مر على حلب من حصار، من حرب، من تخريب، من دمار. فبكل فترة بتمر الشيء اللي اشتغلتيه قبل يعتبر أرشيف. صحيح. فلقينا كتير مهم اليوم نبلش وثائقيات بهذا التوقيت. ليه بهذا التوقيت؟ لأنه هلأ عم نعيش مرحلة إعادة إعمار، إعادة ترميم، إعادة الحياة لحلب القديم، وهذا شفناه بكتير مطارح بالأسواق القديمة. صحيح. لذلك كان لابد أنه نشتغل بهاي الفترة على وثائقيات. لهيك إجت فكرة درب حلب، وعم نكفي يعني. أول حلقة كانت عن الأسواق القديمة. الأسواق هلأ اللي بيروح عليها بشوف أنه قديش هي أسواق عظيمة، لكن إذا حدا طلع على الأرشيف على التاريخ اللي قبل، أي عم نحكي عن سنوات أزمة الحرب، بتلاقي هاي الأسواق صارت بالأرض مدمرة، وقبل الحرب كان فيها حياة وهلأ عم ترجع لها الحياة. فهذا الشيء بيحملك مسؤولية كتير كبيرة أنه أنت بنت حلب أو بنت سوريا. تمام. أنه لازم تعملي شيء. فمن هالمنطلق أنا ومعي مجموعة كتير حلوة، كتير شباب مبدعين، أكيد نوجه لهم تحية. ما بعرف إذا فيني أذكر أسماءهم كلهم. محمد معمار، محمد صباغ، يزن عبد الله، في يعني رامي جزماتي، حكمة عقيل. هدول الأشخاص شباب مبدعين، عم نحاول قدر الإمكان نقدم شيء كيف بدي اقول لك بالمستوى اللي عم ينعمل عالميا اذا بدك. ان شاء الله بالتفاصيل الصغيره عم نشتغل عليها. بس لما نقول انس عمل توثيقي فيها مسؤوليه كثير كبيره. ولما نحكي عن اهل حلب، الجزئيه كثير مهمه معروفه عن اهل حلب، كيف كانت الاسواق وكيف فينا نقول الحرب دمرت هاي الاسواق، كيف رجعوا اهالي حلب عمروها. المعروف عن اهالي حلب ثاني يوم يرجع بيحاول يزيح التراب والدمار ويرجع يحاول يفتح محله سوقه. هي الجزئيه قديش مهم توثيقها يعني للناس. لما نقول درب حلب يعني الحياه من اول وجديد، يعني في حياه رغم كل الظروف. اذا كمان نرجع بالذاكره لورا بنشوف وقت اللي بقول لهم انا لما تحاصرنا بطل في عنا طحين صرنا نحن نعجن، لما بطل في مي قطعوا علينا المي صرنا نحن نحفر لميت الآبار، الى 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 اخره، بكل شيء خدمي. تمام. فما بالك انت بقصة الحياة، هي التفاصيل. انا اسف على هي الجزئية، بس بتذكر لما، وهذا رح نشوفه بالوثائقيات اللي جاي كمان، قصة القذائف. لما كانت تنزل القذيفة، نعم كنا ننقل الجرحى، كنا نلم اذا بدك الانقاض اللي خلفته هي القذيفة، بعد بدقائق قليلة كانت ترجع الشيء اللي عم تحكي عنه نوري، اللي هي الحياة، انه نحن بدنا نعيش، ما فينا نموت. لذلك عم نحاول قدر الامكان نطالع كل تفصيل بالحرب على سوريا بشكل عام وحلب بشكل خاص. لاخر حلقة انا عرضت عن ساحة الحطب، ما بتعرفي قد ايه شخصيات عالمية زارتها وكتبت عن جمال هي الساحة. علما هي الساحة خلينا نقول انه هي انشئت حديثا كتاريخ قديم بعام 1400 ميلادي. لما تيمور لانك بلش يخرب المدينه القديمه انشئ هذا الحي، رغم انه هذا الحي عمره خلينا نقول مئات السنوات، الا انه الساحه كثير كانت مهمه. انت عم تحكي عن مدينه اكثر من 12000 سنه، عم تحكي عن مدينه يعني اقدم مدينه ماهوله بالتاريخ كمدينه. فهاي هذا الشيء بيحملك مسؤوليه كثير كبيره. الحرف اللي راح يطلع انت لازم تتاكدي منه، من صياغته، اللقطه، الشيء اللي عم تشتغليه، الناس. واهم شيء برايي انا بدرب حلب على الصعيد الشخصي انه توثقي الناس، لانه الناس هي شاهده على هذا العصر. صحيح. القديم والحرب وصولا لهي الفتره.
طيب خلينا هيك نحكي بشكل سريع. نحن اليوم عم نحاول ضمن الوقت المتبقي نغطي درب حلب. اليوم كان درب حلب او خلينا نقول دروب اليوم سوريا كلها كان فيها مشاكل وفيها توثيقيات كثير مهمه صارت اثناء الحرب. اليوم انس كرمال انت تعمل ماده توثيقيه وثائقيه بحاجه لدعم كان انت او فريق الاعداد. اليوم لشو انت بحاجه انت وفريقك لحتى تقدر توثق الماده بشكل كثير صح؟ لا لك شغله، هي شغله بتزعل، انا اسف. هلا انا بدي اشكر غرفه تجاره حلب معنا تمام بهذا البرنامج، بدي اشكر ادارتي لانه اداره لما ادارتك بتثق فيك بتعطيك الثقه لتشتغلي هيك صحيح. عمل كثير مهم، فهذا الشيء كمان مسؤوليه. لك شغله بتزعل كثير، بتزعلني انا على الصعيد الشخصي. اليوم في قنوات تدفع مبالغ كثير كبيره تمام لحتى توثق اي حاله. نحن خلينا نكون صريحين، نحن امكانيات ماديا نحكي ماديا نحن عندنا امكانيات، نحن عم نحاول، نحن كل بيعرف تفجر مبنى الاخباريه بدروشه، في ألف قصه صارت عنا، الضغط الحصار على الاعلام الحكومي، فهذا الشيء خلانا ننتقل لحتى انه نستفاد من كل الخبرات. لكن اليوم بدنا دعم من كل الجهات، مو شرط انه الدعم مادي، ما هذا المعنى الحقيقي دعم، لانه انا اليوم ما عم بحكي شيء عن شيء لانس رمضان مثال او شيء للاخباريه، انا عم بحكي عن مدينه الامم المتحده بي 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 مو بمره بمرات عديده تمام حذرت انه هي اخطر مدينه لا ينصح بزيارتها بل باكثر من مناسبه وباكثر من اجتماع ونحكي عن هذا الموضوع. هي المدينه اللي حذرت منها الامم المتحده اليوم كلها خليه عمل صحيح. لو تطلعي على جوا المدينه القديمه، المدينه اطراف المدينه الريف الحلبي، بتلاقي قديش الناس بس حست بالامان بلشت تشتغل. هذا المعروف، هذا المعروف عن حلب، عن سوريا واهل حلب. وقتنا هيك خلص يعني، وكنا بنتمنى تبقى معنا اكثر لنحكي عن هذا الموضوع بس لا اكيد بالمحطات القادمه ورحلاتنا الصباحيه القادمه رح تكون لك مساحه رح نحكي اكثر عنه، لانه عم تحكي عن عمل توثيقي مهم عم تحاول يكون مثل ما قلت بدايه حديثك على مستوى عالمي ضمن امكانيات. بتمنى من خلال منبر الاخباريه تتلقى الدعم الكافي ليشوف النور. شكرا كثير لكم. شكرا أناس اليوم، وثاني مره تعال بكير خلينا نحكي اكثر، خلينا نفتح دروب كثير الى اليوم. بالتاكيد انا كثير بشكركم على هي المساحه وبرجع بقول لك شكرا لكل الناس عم تشتغل معنا. شكرا لك ويا رب كل يدعمنا، لانه هذا الشيء اولا واخيرا لحلب بشكل خاص ولسوريا بشكل خاص. اكيد تحياتنا لكل فريق الاعداد اللي عم يشتغل اليوم بافلام التوثيقيه لدرب حلب، وتحياتنا لاهلنا بشهبه وللاكلات الطيبه، يعني ما فينا ما نعدي عليها ابدا. عملت حلقه عن الاكلات، حلقه اولى في جزء ثاني لا بدنا ندوق ما بدنا كتابة أكيد خلاص.